وتبهدلني وتوديني وتجيبني وتقولي روحي للكوافير اعملي شعرك واضربي شعرك في الخلاط وحطي مكياج وانفخي، اديني اتنفخت. اخرة النفخة الصورة دي يا اخويا. فين العريس اللي وعدتني بيه؟ انا جبت تشغلني في الكباريه علشان نلاقي عريس وداخل ما تجيبليش عريس. فين العريس؟ مادموازيل بامية. نعم. لازم تعرفي ان كل شيء بأوانه. انا كل ما اكلم عريس عليكي يقول لي انا مش عاوز الكميه دي كلها. يعني معلش يا اخويا ياخد على قد وشيل باقي التلاجة. المهم ان هو يتنقل بنينا يكون موجود. معلش يعني ان شاء الله مش عاجباه ولا ايه؟ يا انت وعدتني براجل اتجوزه. ان شاء الله. فين بقى العريس اللي هتجوزه؟ يا بامية هيجي كله بأوانه. يعني ايه هيجي بأوانه؟ انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا اعمل ايه؟ هتني من غير جواز؟ اموت؟ ايه؟ مادموازيل بامية لو سمحتي. لو سمحتي ارجوكي اعمل ايه اكتر من اللي بعمله؟ ايه اللي تعمل ايه؟ انت عملت حاجه؟ يا سيدي عملت ايه؟ عملت ايه؟ ايوه انت. ده انا عامل عليك عرض، قلت اللي اتجوز بامي هديله كرتونه بيض. اعمل ايه اكتر من كده؟ يتجوز ياخد عليا كرتونه بيض ليه ان شاء الله؟ هيتجوز فرخه ولا هنقعده ان شاء الله على الكرتونه وفقس له ولا ايه؟ لو سمحت يا بامي ارجوكي راعي يعني ان ما ينفعش الكلام ده معاك. يعني ايه ما ينفعش الكلام ده؟ يعني ايه ما ينفعش الكلام ده؟ انت بقول مادموازيل بامية لاحظي ان انا مدير المحل وراجل محترم. راجل محترم؟ انا اسفه قوي، هو انت راجل؟ ما خدتش بالي بجد. طب يا اخويا لما انت راجل ما بتلطش ليه ما بتقولش ليه؟ طب لما انت راجل طب يبقى جحا اولى بلحم توره. ايه رايك؟ يعني ايه؟ يعني تبقى انت اولى بكرتونه البيض. ما بحبش البيض. مش انت اللي عامل العرض؟ انا ما بحبش البيض، ما هم اكيد كلهم مش هيحبوا البيض. يا دي المصيبه السوداء. ما ينفعش. يعني انا مش هتجوز يا ست. ما ينفعش، ما ينفعش اتجوزك. ليه؟ انت نظام وانا نظام. يا باميه انا وان سيستم. انت مالتي سيستم. يعني ممكن اهنج منك، ما ينفعش. اللي تهنج مني وانا مالتي دي؟ ما تتكلم كلام كويس. باميه لو سمحتي. يعني مش هتتجوزني انت كمان؟ ما ينفعش. يعني هقعد كده من غير جواز؟ يا ربي بلاش تتجوزني. بلاش يا سيدي خلاص، هشيل موضوع الجواز ده من دماغي. ولو ان الموضوع ده مضايقني قوي. اشكرك. بلاش تتجوز. ممكن اطلب منك طلب تاني؟ تأمريني بأي حاجة تحت أمرك. ممكن تشيلني؟ ازاي يعني؟ ايه اللي ازاي؟ ايه اللي ازاي تشيلني يا اخويا؟ زي أي واحد بيشيل أي واحدة ست. شيلني زي منى زكي. ما شفتش منى زكي في الافلام العربي بيشيلوها ازاي الرجاله الابطال قدامها؟ تلاقي احمد السقا لافحها كده وماشي بيها بيجري بيها. اجري بيها يا شيرني زي منى زكي في الافلام. ايوه زي ما انت بتقولي دي افلام. ايوه افلام عربي. ايوه افلام روائيه. امال ايه؟ انا لو شلتك هيبقى فيلم كرتون. ايه اللي هيبقى فيلم كرتون؟ امال منى زكي دي بيشيلوها ازاي يا اخويا؟ بيشيلوها ازاي؟ اه عشان دي كده بس منى زكي. امال ايه؟ آه. أنا أشيل نقابة الممثلين ليه؟ أنت داخل في إيه في صدرك كده ليه؟ ها؟ معرفش. ما تعرفش؟ يعني كمان مش هتشيل ومش هتتجوز؟ أرجوك يا بابا معلش. ده المصيبة السودا دي. يعني يا ربي مش هتجوز ومش هخلي يبقى عندي بيبي كده، طفل صغير كده أحس معاه كده بالأمومة والطفولة. والله ما بحب الرضاعة الطبيعية. يا لو سمحت يا اخي حرام عليك زهقتني زهقتني. مفيش معاك اي سؤال بياخد جواب كده اهو. انا اجيب اي راجل من على القهوه بقى، ده التليفونات دلوقتي مرتراته واي حد بيكلم اي حد بيقع في التليفون مفيش مشاكل. الو ايه؟ اجيب راجل من على القهوه اتجوزه؟ هنزل الشارع اجيب راجل من على القهوه اعمل كده من وش راجل. ايه انت محتاجه معجزه؟